احنا فوق واحنا على القمه انوب بيطلع الووكي توكي معاه وهو لازم بيبلغ ان منار رستم اون ذا سمت اوف ايفرست. هو بيتقال كده او مثلا كان دايما يقول منار رستم كامب 1 منار رستم كامب 2 عشان يطمنهم. فهو فتح الووكي توكي انا سامعاه. انا طبعا كنت في حاله تانية خالص فوق يعني انت بتبقي انا الرعب انا نازل عليا رعب رعب يعني. وانا لما وصلت فوق مش بقى اللي هو الله وهي لا 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 خالص تيرور عارفه رعب. انا سمعاه بيقول منار رستم 6:30 ام سمت اوكي. فهو قال له اي وان تو توك تو هير. هو قال له عايز اكلمها اللي هو صاحب الشركه اللي هو بيبقى قاعد مستنينا تحت. هو متسلق ايفرست تقريبا مش عارفه 20 مره ولا حاجه كده. هو امريكاني. فانا بقول له هاي مايك ام ذا فيرست ايجيبشن وومن اي ميد ات. فانا قلت له قال لي كونجراتوليشنز you don't give yourself so much credit. يعني انت ما بتديش نفسك الحق في اللي انت بتعمليه تقدير. ايوه بالظبط. فانا قلت له طيب ثانك يو يعني سلام عليكم يعني بس وقفلنا. وبعدين بقى كان رحله النزول دي برده كان هعدي تاني على الجثث. فانا كنت خايفه من اللحظات دي. لما بتوصلي للمخيم الرابع فانوب دخل عليا قال لي هديكي شويه تكلمي والدك وهعمل لك شوربه وهنتحرك لتحت عشان ما كانش عايز ينام على المخيم الرابع. كان الساعه 2:30 فكلمت بابايا. هما كانوا عرفوا بقى لان مايك نزل الخبر عنده على الانستغرام وما كتبش بس كده قال first Egyptian woman to summit يعني اول امراه عربيه تصل سوري مصريه تصل على قمه ايفرست. بس فحط البوست طبعا كل الناس عملوا له شير وعمر سمره نزله طبعا وطبعا كمان اللي هي كانت بتعمل لي منتور اللي هي اول عربيه تتسلق السبع قمم وايفرست سوزان الهوبي هي فلسطينيه برضو نزلته. هي اللي كانت مساعداني بصراحه في كل حاجه يعني وقفت جنبي اخذتني تحت جناحها يو نو. فكل الناس بداوا ينزلوا. فبابايا كان عارف قال لي هي دي سوزان الهوبي. دي احنا كنا لسه تحيه ليها تحيه سوزان الهوبي يعني دي بجد كانت الجود ماذر بجد الام الروحيه بتاعتي على الجبل يعني كانت متابعه وهي اللي منظمه لي الرحله. كانت نفسها تشوف واحده مصريه واقفه على قمه العالم. كل التحيه والمحبه ليها. قولي لي في معاكي بقى من الطف الحاجات انت صورتي فيديوهات في مواقف مختلفه عايزينك تشرحيها لنا اكتر يعني أوكي. في فيديو انت بتحطي ثلج على راسك وده مشهد مش مفهوم بالنسبه لنا. اوكي سو ده الماشيه من الكامب كامب واحد لكامب اتنين اوكي. الماشيه دي او الهايك دي بتبقى من اطول يعني مده والدنيا بتبقى حر جدا حر جدا إيه. ليه بقى؟ لان انت الشمس بيربنديكولار عليكي بالظبط عموديه عليكي بالظبط اوكي. يعني ايفن دون انت سراوندد بكل التلج ده بس انتي الشمس ضاربه في راسك وانتي اوريدي بتبقي متقله الهدوم عشان بتبقي باديه بدري فبدري بيبقى فعلا تلج. في فيديو تاني من جوه الخيمه خلينا نشوفه وبعد كده تشرحيه لنا. كامب 1 Do you want to be in the video? Good morning, Ruchika. كامب 1 اوكي. كان يوميها الهواء كان فظيع فكان عمال بيرج الخيمه واحنا انا نايمه مع واحده تانية في والنايبين جوه السليبنج باجز بتاعتنا اوكي. درجه الحراره قد ايه تقريبا؟ يمكن ماينس 15 ماينس 10. سرعه الرياح انا مش عارفه الرقم بالظبط بس يعني ما ينفعش تنامي في الخيمه لوحدك باي ذا واي. لازم حد ينام عشان اوت اوف سيفتي فاهمه ازاي؟ عشان الخيمه ما تاخدكيش وتطير مثلا فلازم بحد نايم معاكي في الخيمه. فانا كنت يوميها عامله شيرنج مع البنت دي هي كانت هنديه امريكيه كانت طالعه برده بس كانت بس عايزه توصل لكامب 3 ما كانش حد عايز بريف اول ذا واي تو ذا توب يعني.